شوبينج صار أهياً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى، أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. كلنا منحب ناكل تبولة، بس منعطي الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين، وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين، وفيكن تحصلوا عليها ب $32. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية اللي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $36 وللدوبل فيتراج ب $75، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إربيلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إربيلو فيكن تحصلوا عليها ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية.
قد منعطى الهم بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب 24 دولار بس، تصلوا ببس سلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته، خاصة تيابه نضاف ومرتبين. ديتاش إكسبرس مسحو واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل، والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد، وفينا نرشه بخاخ. طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التياب حتى الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. ما إلكن إلا تتصلوا ببس ترر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن فري ديليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببس سلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.